السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصير مشاكل في الكمبيوتر في الويندوز، مثلا جيت تبي تبحث حروف ما يكتب أي شيء، ما يطلع شيء. البحث تبي الحافظة اللي تضغط الويندوز مع الفي يطلع الحافظة، اللي نسخته أول ثبتته ما يطلع. كيف حل المشكلة هذه؟ تجي هنا تضغط كليك يمين، تروح إلى مدير المهام، تقفل الصفحة، نروح عند الملفات، تشغيل مهمة جديدة، تكتب عليها هذه الحروف S و T و F و M و O و N، ثم تأشر على مربع، ثم موافق على طول أغلقها، يبدأ يكتب. زين الحافظة اللي هي ويندوز طلع عندي والأمور زمت، حركة بسيطة تخلص الأمور.